بصوا حبايبي هوريكم النهارده طريقه شوربه سهله قوي، وبرده نقدر نستخدم فيها العدس للناس اللي بتستصعب شوربه العدس بالطريقه العاديه. عملنا ايه؟ جبنا قطعه زبده ونص كوبايه عدس وبنقلبها كده، طيب يعني زي ما تقولي كده ايه، بنحمرها في الزبده يعني. طيب ده عدس اصفر خلاص. وبعدين هنروح سقينها شوربه، او ما عندك الشوربه تبقى ميه، وطبعا هنا في ملح وفلفل بس كده، ونسيبها تغلي لحد لما لونها يبقى اصفر، يعني العدس يبقى استوى مش اكتر من كده. فهي عباره عن نص كوبايه عدس اصفر وقطعه زبده حلوه، وبنحمر فيها العدس ونسقيه شوربه عاديه او نسقيه ميه لو ما عندناش شوربه، بس استحسن نسقيه شوربه عشان يبقى لها طعم جميل. وهوريكم دلوقتي هنعمل ازاي والنتيجه ايه في الاخر. بصوا حبايبي زي ما قلت لكم طريقه الشوربه دي، انا بعد ما حمرت العدس الاصفر في الزبده سقيته ميه، وحطيت طبعا هنا ملح وفلفل. طيب وهستنى عليه لحد ما يغلي كويس قوي، واوطي عليه واغطيه عشان يستوي العدس. بصوا حبايبي ده كده شكل الشوربه لما خلصت. انا زودت لها بس جزرايا قطعتها صغير قوي عشان تدي بس منظر، وزودت لها بالظبط فص ثوم واحد مفروم عشان برضو تدي ريحه شوربه العدس. فاحنا كل اللي عملناه ان احنا حمرنا في قطعه زبده نص كوبايه عدس اصفر، طيب وبعدين رحنا مزودين ميه وطبعا ايه ملح وفلفل. هنا حطيت بس نص يعني واحده جزرايه صغيره قوي عشان الشكل بس، وفص ثوم عشان تدي ريحه شوربه العدس. وكده طلعت شوربه جميله جدا، مديه على عدس ومديه على شوربه سخنه جدا ما شاء الله، ومفيده قوي بالهنا والشفا.